أقيم على شاطئ الحيرة عرض ضوئي استعرضت فيه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق جانبا من تاريخ الإمارة، وذلك عبر طائرات الدرون والتي استقطبت أنظار زوار الشاطئ. هنا على ضفاف شاطئ الحيرة تتزين السماء الشارقة بعرض جوي يبهر زواره على مدار 15 دقيقة. عرض بطائرات الدرون تجمهر المئات من الزوار لرؤيتها والاستمتاع بروعتها وهي تتلألأ في سماء الشارقة لتأخذهم في رحلة رائعة روت قصة بدأت من شاطئ الحيرة وانتقلت إلى هوية الشارقة الجديدة مرورا بابتسم أنت في الشارقة وغيرها من الأشكال العاكسة لأصالة وعراقة الإمارة وصولا لباني نهضة الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بهرت بالعالم شلون كلها هيك قاعدة عم تطلع، الصراحة يعني أشعر بذني حتى، وقلت لحالي هيك الله يوفقه لأنه كتير كان حلو العرض والله. ما شاء الله شيء مبهر، شيء مفاجئ، هيك ما بتتوقع هذا الجمال يكون هيك بالسماء قدامك وهالقرب وهالألوان الحلوة هي. الحقيقة ما شاء الله ما شاء الله شاطئ الحيرة كل ما له عم يزداد حلاوة بحلاوة. نحن ساكنين هون الحمد لله وكل مرة عم نشوف أشياء جديدة. حقيقة منتشكر الشروق على هالمبادرة الحلوة اللي قاعدين عم يعملوها. العرض جميل تبارك الله، ونشكر هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق على المبادرة، والعرض كان جميل جدا وكم يسوى تبارك الله يوم نشوف صورة الوالد الله يحفظه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. تبارك الله عرض جميل وجزاهم الله خير. العرض استمر لمدة 15 دقيقة، قدمت خلاله متعة بصرية عبر عرض استثنائي حيث تميزت المشاهد بالتنسيق المتميز فيما بينها على صعيد الألوان والأشكال ليضيء العرض خيال زوار شاطئ الحيرة.